أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الدولة تبذل أقصى جهدها لتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على أبناء الشعب المصري. وأعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي عن ثقته في الله والمسار الذي تسير فيه رغم الظروف الصعبة والتي تمر بها البلاد. ما عنديش شك، رغم كل الظروف الصعبة اللي بتمر بنا دي، إن ربنا سبحانه وتعالى هيسدد الخطى. هيسدد الخطى. يعني لازم يكون عندنا ثقة في الله سبحانه وتعالى وفي المسار اللي احنا ماشيين بيه مهما كانت الظروف صعبة. لكن أنا بقول تاني، مش هقول لكم اطمئنوا بينا ولا بالحكومة، هقول لكم اطمئنوا بالله سبحانه وتعالى.